التقييم عم نعمله حسب رأينا نحن، مش يعني هيدا شيء أوفيشل. بالمرتبة الخامسة عنا سيارة كتير حلوة وأنا بحبها كتير، اللي هي البورش 356 سبيدستر. السيارة هيدي هي أول سيارة برودكشن بتصنعها بورش عام 1948، كانت تصنع بالنمسا، عملوا منها 50 سيارة بالتحديد. عام 1950 انتقل المصنع لألمانيا وبقيوا صنعوها لعام 1965. اللي بميز هالسيارة خفية وزنها، الايروداينامكس تبعها، وطبعاً محركها يلي بالجهة الخلفية من السيارة مع الاندفاع بالعجلات الخلفية، هذا الشيء عطاها ثبات أكتر، وكرمال هيك قدروا يفوزوا فيها كتير بالحلبات السباق، مع أنه الباور تبعها منه كتير قوي. عم نحكي نحن محرك تقريباً كان يعطي بحدود 55 حصان، ومن 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بحدود تقريباً 14 ل 15 ثانية. ولا ننسى عبده كمان السبب الأكبر في شهرة هذه السيارة، اللي هو كثير من المشاهير كان يقتنوها في هذاك الوقت، من ضمنهم الممثل المعروف جيمس دين اللي توفى في حادث سير عام 1955 على متن هذه السيارة. ومعنا الباكز الرابع سيارة جدا مميزة، هي فورد شيلبي كوبرا. عام 1960 هذه السيارة مستوحى تصميمها، واللي ما يعرف هذا الشيء، من فراري 166 بارشيتا. تم بناء 1000 سيارة بس من هذه السيارة بين عام 61 و 68 ميلادي، وتوقف إنتاج الكوبرا إلى حتى أوائل التسعينات، لما شاف كارول شيلبي أنه هذه السيارة بدأ سعرها يرتفع جدا، فقرر إعادة تصنيع وإنتاج هذه السيارة. ولكن من سلبيات الكوبرا هي صعوبة التحكم فيها، مما أرهق ملاكها بحيث أنهم يعدلوا كثير في السسبنشن والستيرينج عشان تكون سيارة ثابتة على الطريق، لأن فيها محرك جبار V8 يولد 600 حصان. عنا هلأ بالمرتبة الثالثة سيارة كتير شهيرة وكتير حلوة. هيدي السيارة قبل ما قلكن اسمها بدي قلكن أنه جيمس بوند هو اللي كان يسوقها، لازم صورته تعرفوا، هي الأستون مارتن DB5. DB5 هي الايفولوشن تبع DB4، هالسيارة الرياضية هيدي. كنا شفنا هيدي السيارة جيمس بوند عم بيسوقها عام 1964 بفيلم جولد فينجر. محركها فيه باور 286 حصان، تعمل توب سبيد تقريبا 229 كيلومتر بالساعة. وهالسيارة هيدي الرياضية بالتحديد حطت أستون مارتن على خارطة السيارات الرياضية. برضو عبدي أضافت للمعلومات هذه أنه DB5 هي أول سيارة ظهرت في سلسلة أفلام جيمس بوند. سعرها طبعاً اليوم يتراوح أو يبدأ من 4 إلى 6 مليون دولار. أوف. ومعانا في المركز الثاني سيارة جداً مميزة وكلاس، من أجمل السيارات الكلاسيكية، هي جاكوار E-Type. هذه السيارة فيها محرك ضخم جداً 3.8 لتر V12 يولد 265 حصان و 260 رطل من التورك. فازت هذه السيارة في سباق الأمان مرتين، وتم تصنيعها ما بين عام 61 و 75، وتقدر توصل هذه السيارة سرعة قصوى 250 كيلومتر بالساعة. ليك عبد الله، حلو بهالسيارة انه صارت ارقامها اللي كانت عم تحققهم من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة، اللي هي 6.9 ثواني، وقطع الكوارتر مايل عم نحكي نحن ب 14.7 ثواني، صارت تعتبر عن جد سيارة رياضية. نسينا الوزن كتير اللي هم كانوا يحملوه، ما كان عندهم تكنولوجيا الألمنيوم والكاربون فايبر وغيرها، بقى ارقامها بعد لهلا اذا بنقرنا على السيارات الموجودة تعتبر عن جد انه هي سيارة رياضية. اما بالمرتبة الأولى اللي هو حسب تقييمنا نحن للسيارات الكلاسيكية الرياضية، هي المرسيدس بنز 300 SL Gullwing. Gullwing أكيد كلنا بنعرف هالبواب اللي كتير سرعة وبيفتحوا لفوق، وبعد ما لهلا نحن عم نشوفها ومنحب هالمنظر هيدا كتير. SL هي بتعني لسوبر لايت، يعني بطريقة مرسيدس هون عم بفكروا كيف بدنا نخفف من وزنها لهالسيارة.